كل الناس بتتكلم على البريمير ليج، عايز اخد قبل ما نخش على المباريات عايز اخد رؤيتك للبريمير ليج الموسم دوت. خلاص اللي هيبدا بكره ماتش كريستال بالاس وارسنال، عايز اعرف رؤيتك، شفت الانتدابات ازاي، شفت انتقال اللعيبه ازاي في البريمير ليج؟ يعني انا بشوف ان البريمير ليج موسم ورا التاني بيزداد قوه، يزداد جمالا، رايح لمرحله بتصعب مهمه اي بلد تاني واي دوره واي دوري تاني انه بس يقرب من البريمير ليج. يعني في ناس هتحتاج سنين طويله علشان تقدر تقرب من البريمير ليج. حاليا في الفتره دي الصيف ده بيقول ايه؟ بيقول ان الدوري الانجليزي فعليا اصبح قبله ووجهه نجوم العالم الاولى. يعني في فتره ما كان برشلونه وريال مدريد هم الوجهه الاولى لاي نجم في العالم، كان حلم اي حد المكان ده. لكن انت النهارده لما تيجي تتكلم عن هالاند لاعب، الناس بتتكلم على انه 10 سنين جايه هينافس على الكره الذهبيه مثلا مع كيليان امبابي، وهو المهاجم رقم واحد في العالم 10 سنين جايه، ويفضل وجهه البريمير ليج على ريال مدريد وعلى برشلونه. وشفنا قد ايه كانت قدامه عروض واغراءات، حتى في ما كتب ونشر عن الاغراءات الماليه كان واضح جدا ان عنده عروض افضل في ريال مدريد وفي اماكن ثانيه عن مانشستر سيتي، لكن هو فضل اولا البريمير ليج ومانشستر سيتي بالتحديد لانه شايفه يتناسب مع مشروعه. فاصبح البريمير ليج قبله النجوم الكبار جدا اللي هم هينافسوا على الكره الذهبيه بقى، لان الكره الذهبيه غايبه كتير، غايبه كتير قوي عن البريمير ليج. اصبح او حان الوقت ان صاحب الكره الذهبيه يكون في البريمير ليج محمد صلاح وهالاند ونجوم تانية. هنتكلم بالتفصيل كمان على هالاند النهارده، معانا كمان محمد الباز في طبعا الفقره الاخيره، هنتكلم كمان على هالاند ومشواره مع المان سيتي. خلينا نستعرض معاك يا سعيد الجوله الاولى اللي هتبدا بكره بكريستال بالاس وارسنال، نشوف هذه المباريات ان شاء الله تنطلق بكره. بنتكلم طبعا كريستال بالاس مع الارسنال، وتبدا باقي المباريات يعني يوم السبت. طبعا عندنا فولهام وليفربول، وبعدين ليدز يونايتد مع وولفهامبتون، ونيوكاسل مع توتنهام فورست، وعندنا كمان نيوكاسل توتنهام مع ساوثهامبتون، مباراه قويه جدا، بورتسموث امام استون فيلا، ايفرتون مع تشيلسي برضو مباراه قويه جدا، ويوم الاحد ان شاء الله المان يونايتد بشكله الجديد مع اداره فنيه هولنديه جديده امام برايتون، ليستر سيتي امام برنتفورد، واخيرا ويست هام امام مانشستر سيتي. مباريات قويه، بدايه قويه، ولكن خلينا نتكلم الاول على الارسنال. الارسنال ومباراه امام كريستال بالاس، شايف ازاي ارسنال من خلال الصفقات، من خلال البري سيزون اللي عمله وطموحاته في الموسم القادم؟ يمكن انا بختصر نظرتي لارسنال هذا السيزون في تصريح ارتيتا لما قال انه حان الوقت لننتقل الى مرحله جديده، وده بيكشف لك ان ازاي الراجل ده فعلا هو صاحب مشروع، وازاي بيعمل مع اداره ارسنال بشكل استراتيجي مخطط. يعني احنا جينا في البدايه علشان نبني هويه داخل الملعب، وخلال مرحله البناء بنستكشف العيوب والمشاكل، ثم بنبدا نعالجها مرحله ورا الثانيه. وصل دلوقتي بعد ما بنى الشكل، بعد ما اصبح مباراه ارسنال رجعت تستمتع بيها، رجعت تشوف ارسنال بينافس على التوب فور مره ثانيه، رجعت تشوف ارسنال ند قوي جدا جدا في المواجهات المباشره مع الانديه الكبيره. فبالتالي جه الموسم ده بالتحديد للانتقال للمرحله الثانيه اللي هي فيها صفقات قويه جدا، حجم انفاق كبير ما كناش بنشوفه قبل كده. تعالى انا وانت نستعرض برضو الصفقات، نستعرض صفقات ارسنال لهذا الماركاتو، وزي ما بنقول كمان عمليه الصفقات يا سعيد مرتبطه بارقام. صحيح. ودايما خلي بالك الناس دي بتشتغل برضو بنوع من انواع شركات، نظام شركات، بشتري بكام وبيع بكام، ايه الفائض بتاعي، الميزانيه فيها كام. فبنتكلم على صفقات بالنسبه للارسنال السنه دي، طبعا كان اقواها طبعا جابريل خيسوس طبعا من المان سيتي، الكسندر من مانشستر سيتي، فابيو فيريرا من بورتو، مات ترينت من نيو انجلاند الامريكي، ماركينيوس طبعا من سان باولو. عايزين نعرف كمان اجمالي النفقات يا سعيد، وصل 132 مليون يورو اجمالي المبيعات، 17 مليون، وبالتالي في ماينس او في خساره ب 114 مليون. هو ده بيعكس بشكل واضح جدا ان اداره ارسنال انتقلت من مرحله لمرحله، وان في حجم انفاق كبير. احنا كنا بنشوف كل سنه كان ارسنال محل سخريه السوشيال ميديا دايما. صحيح. لانه دايما كان بيتعامل
بفكره صفقات تبادليه، بيمشي حد وبيجيب حد وبيجيب عناصر اقل من المطلوب اللي هي ما ترتقيش بالمستوى. لكن النهارده في صفقات على المستوى النوعي هتحقق نقله كبيره جدا. يعني انا بشوف خيسوس النهارده، انت قدام لاعب مثلا في لعبه الفانتازي هو الاكثر شراء في تاريخ اللعبه، فده بيقول لك قد ايه هو الراجل ده محل ثقه. صفقه صفقه مهمه جدا، هتضيف على المستوى الفني كتير لارسنال. لعيب هداف، لاعب مرن جدا، قادر يلعب ادوار كتيره. انا بشوفه هيبقى حلقه تغيير قويه جدا كمان في المواجهات المباشره مع الانديه الكبيره. يعني مثلا ارسنال مع سيتي او ليفربول، خيسوس هيضيف كتير جدا لانه من المهاجمين القليلين اللي بينزلوا تحت، فبيضيف لمعركه الاستحواذ عدد اكبر، وقدرته على الضغط على دفاع خصم قوي جدا جدا. فانا بشوف ان هيدي لارتيتا ميزات كبيره، عشان كده هو دفع فيه كتير.